هايكو بنية تقول يوم من الأيام اكتشفت أختي متزوجها جن، وأختي تلبس ملابس مع النوم وتتمكيج وتروح تنام ويا الجن. قصة كلش مخيفة. أتمنى تخلي لايك وتشترك بالقناة، وما بقى شي على المليون، وأحبكم هواية. تقول عندي أختي الوسطانية يوم من الأيام شفت أختي صايرة كل جميلة، ومخلية مكياج ومخلية حمرة ولابسة ملابس مع النوم. فتقول حاجيتها ما ردت علي، فقررت أراقبها، وتقول باوحت لها من الشباك وشفت أختي بغرفتها لابسة بدلة مع العرس وجاي تتمشى وترقص. فتقول أنا خفت وطبيت عليها للغرفة وقلت لها شبيك، وقالت لي ماكو شي. بس تقول ثاني مرة نفس الطريقة، وثالث مرة نفس الطريقة، ورحت حاجيت أهلي وإجينا حاجيناها ولقينا أختي فرحانة، وتقول طلعوا نايمة أنا وزوجي، وتقول خفنا كنا، وأبو قام يقرأ آيات وأمه قامت تتعيط ولزمنا أختي، بس أختي القوة اللي بيها كنا ما قدرنا نبعد أختي، يعني أختي كلش قوية ما قدرنا لها، وبالقوات لزمناها. وركض أبوي وأخذ أختي السيد، وراح السيد قام يقرأ عليها آيات، وأختي ما مهتمة ولا تعبر، وقام يلقن بيها وأخرج أيها الجن. وأختي نطقت قالت له ما راح أخرج، أخرج أيها الجن. وأختي نطقت ما راح أخرج، وصار منافسة بين الشيخ وبين أختي، وطلعت أختي بيها جن متلبس بيها وهو اللي يحكي ويا الشيخ مو هي. فأبوي خاف وأمي خافت وكنا خفنا، فأختي كلش تعبت كلش من قام يقرأ عليها الشيخ، وماعت روحها ووقعت، وانطانا سبوحات وانطانا حجاب ولبسناه لأختي. بس أختي ساعة تقعد، يعني أختي وساعة تقعد مو أختي، فخفنا كلش وقمنا نسبح بيها بالسبوحات وملبسين هذا الحجاب، ونقرأ القرآن يوميا مراسها منها لما صارت زينة. وتقول بقت بيها شوية نوع من يعني الارتباك والخوفة، بس الحمد لله وشكر صارت زينة. وتقول هذا صارت لنا عبرة، لأن أختي بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فاليوم عندنا هواية عالم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون أنت قريب إلى الله، يجب أن تكون قريب الله بمحبة العالم، يجب أن تكون قريب إلى الله ما تأخذ غيبة، ما تقص العالم، ما تغلط على الناس ما تعرفها. فتقول بهاي الساعة أنا عرفت إحنا بشر كنا أغلاط، وكنا يعني ما معصومين من الغلط، بس يجب أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتقول بذيك الساعة كنا قمنا نصلي وكنا عرفنا محط الغلط مالتنا وين. في اليوم عندنا هواية شباب يسب ويغلط ويطعن بالعرض ويتجاوز على حسين أو غير حسين بدون ما يعرفه، ويسب ويتجاوز. أنا ما سمعتك، أو أنا ما شفتك، أو أنا سامحتك، بس الله ما يسامح. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على نظر الغلط، يحاسبك على الحسرة تطلعها غلط، يحاسبك على شيء غلط تقدمه. فأنت كن قريب إلى الله ولا تأخذ غيبة ولا تتجاوز العالم. وبالنسبة كن نظيف، كن مؤمن، كن إنسان ملتزم، إنسان تصلي، لأنه هواية عالم نشوفه اليوم مبتعدة من شغلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أحبكم هواية، شكرا دعمكم، ويا ربي جاي يقدم لكم أشياء جميلة، ويا رب نستمر بسلسلة القصص المخيفة، وجايب لكم أشياء كلش حلوة. وأحبكم هواية، ويا ربي يبعد هذا الابتلاء عن هذا الوطن يا رب.